يتوقع الخبراء حصادا قياسيا من زيت الزيتون المغربي، حيث يتوقعون بلوغه لأول مرة في تاريخ المغرب 200,000 طن من الزيت. وبذلك سينضم المغرب إلى الدول الكبرى في إنتاج الزيتون، وبذلك سيلتحق المغرب بنادي الكبار، أي نادي كبار منتجي الزيتون خلال الموسم الزراعي الحالي. ويمكن أن يتجاوز المغرب هذا الرقم، أي 200,000 طن من زيت الزيتون. والسبب هو أن استثمارات كبيرة في زراعة شجر الزيتون قد بدأت منذ 4 إلى 5 سنوات، ستبدأ في إعطاء الغلة هذه السنة، وسيرتفع الإنتاج كل سنة نظرا لكون الكثير من المناطق بدأت في تجريب شجر الزيتون ونجحت فيه. ومع هذا الإنتاج القياسي خلال هذا الموسم، ستنضم المملكة إلى الدائرة المغلقة لكبار منتجي الزيتون في العالم.